مرحبا بالجميع. انا زهوان من استوديو باين في الشرق الاوسط. اجتماع الصين السنوي نافذه ومنصه مهمه للعالم لمتابعه الصين. اليوم نحن هنا في المدينه الاكاديميه الدوليه في دبي الامارات العربيه المتحده. يجتمع هنا العديد من الجامعات والمؤسسات البحثيه، وهي واحده من اقوى عقول الامارات العربيه المتحده. سنذهب معا لرؤيه الملاحظات والتوقعات لاجتماع الصين السنوي. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ كل شيء جيد؟ اهلا وسهلا. زرت الصين من الشمال الى الجنوب، رحت هاربين، تيانجين، بيجين، غوانزو، شنغهاي، هانزو، وغويلين. الحمد لله تعرفت على ثقافات وعلى اشخاص عده في الصين. نعم. التطور، الصين دائما متطوره، دائما في عندها شيء جديد. كل ما زور الصين أشوف شيء جديد، سواء كان منتج أو سواء كان شارع أو سواء كان تكنولوجيا أو يعني أشياء كثيرة دائما في الصين جديد. جي سبيد ترين أو بولت ترين نسميه. أنا أعرف أنا ثاني أو ثالث رحلة ما بين شنغهاي إلى هانجو. من جامعة زايد وصلنا الآن إلى جامعة دبي. رئيس جامعة دبي السيد عيسى ودود جداً تجاه الصين ومهتم جداً بتطور الصين. سنستمع له قليلاً لمعرفة رؤيته لتطور الصين العظيم. الصين تريد أن تستمر في ارتفاع اقتصادها واقتصاد يكون مستدام حتى بعد 100 سنة. يجب أن تنظر إلى الجودة الفردية. معنى أن دولة الصين تهتم بالفرد فتخدم الفرد، فأنتم تسعون أن تخدموا الفرد قبل الاقتصاد. التجربة الصينية يجب أن نتعلم. الكتاب هذا مهم جدا، خصوصا يتكلم حتى علاقات مع الدول العربية وغير، وكيف يعني الحوكمة الصينية هي مصدر قوة الصين في تحقيق هذه النجاحات العالمية والإنجازات العالمية. الآن نحن ذاهبون إلى دبي. تعال وانظر إلى مركز بحوث الاتصالات لمعرفة رأي الخبراء المحليين في فكرة التنمية الجديدة للصين. العالم كله يركز هذا الأسبوع بدون يعني مبالغة حول الدورتين السنويتين في الصين، وخاصة ما سيقرر فيما يتعلق بالتنمية عالية الجودة. نتحدث عن تنمية عالية الجودة، فهذا الموضوع جدا مهم، لأنه يعني التنمية في الجيل الجديد أو النوع الجديد المستوى الجديد من التنمية، وهي تنمية تنتقل من تحقيق الاحتياجات إلى الاستدامة. يعني كان لو ما حطيت بحث على جوجل الدورتين السنويتين في السنوات السابقة ما كنت تعرف إنه، ولكن اليوم بيجيك الخبر كده بدون ما تكون انت يعني بتسمعه في الاخبار، بتشوفه في موقع بدون ما تفتح يعني عن سيرش عن الموضوع نفسه. فتخيل التداول عن هذا الكبير، فبشان هيك قاعد يظهر بشكل اوسع. نهاية فترة الاستعراض العالمي لهذا العدد لشؤون الاجتماعات السياسية في الصين، يرجى ترك تعليق واخبارنا بها. سنلتقي في العدد القادم. مع السلامة.